السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا تصريح توماس توخيل بعد الفوز والتاهل ديالو الى نهائي دوري ابطال اوروبا، ولكن قبل ذلك غادي نشوفوا الانجاز ديالو اللي دخلوا التاريخ من اوسع الابواب رغم انه عمره ما لعب كره القدم. ونبداو دابا على بركه الله. وفقا لشبكه اوبتا للاحصائيات، فان توماس توخيل اصبح اول مدرب في تاريخ البطوله القاريه بنظاميها القديم والحديث يبلغ نهائي دوري ابطال اوروبا مع فريقين مختلفين في موسمين متتاليين. وكان توماس توخيل قد قاد باريس سان جيرمان لنهائي النسخة الماضية من البطولة، حيث تجاوز لايبزيغ الألماني بينما خسر من بايرن ميونخ في النهائي بهدف لصفر. يعني هذا الإنجاز بالنسبة لي صعيب يتكرر، ونشوف مدرب آخر يوصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليين ومع فريقين مختلفين، يعني صعيب جدا. أما عن التصريح ديال توماس توخيل بعد الفوز والتأهل ديالو على ريال مدريد، سولوه على سبب اشراك كاي هافرز منذ البدايه، فكان الجواب ديالو كالاتي: اردنا ان يكون لدينا لاعبين طوال القامه اكثر في الملعب وان يكون حرا في الكره الثابته، كما اردنا ان يكون لدينا خيارات في الكرات الطويله وان نخترقهم بتلك الطريقه وبالهجمات المرتده السريعه. ثم اكمل حديثه: لقد حول بوليزيتش طاقه غضبه لعدم بدء المباراه الى طاقه كبيره وساعدنا حينما شارك. وعن التاهل للنهائي قال المدرب الالماني: لا يجب ان ننسى ان الفريق لعب مباريات قويه في مرحله المجموعات وفي المراحل الاقصائيه، اعتقد اننا نستحق التاهل للنهائي. واتم توخيل: نعرف أننا وصلنا لتلك المرحلة بثقة كبيرة في أنفسنا وخذنا مباراة صعبة أمام فريق قوي جدا، أشكر كل اللاعبين على مجهودهم. إذا ببساطة كان هذا هو التصريح ديال توماس توخيل بعد تأهل فريق تشيلسي للنهائي. ولكن اللي بغيت نقول لكم راه كل شيء ممكن، يمكن لنا نشوفوا حكيم زياش في النهائي مع المان سيتي إذا كنتوا عاقلين المباراة الأخيرة اللي كانت ضد المان، شارك فيها زياش أساسي وسجل عليهم هدف رائع وقدم مباراة كبيرة. إذا هناك احتمال كبير ان حكيم زياش يكون اساسي في النهائي ان شاء الله، ولما لا يسجل مره اخرى على السيتي ويكون هو السبب في تتويج الفلوس. غير خليوا الامال ديالكم في الله كبير. وفي الاخير شاركونا وجهه النظر ديالكم في هذا الموضوع، واش ممكن يكون زياش اساسي في الفينال او انكم عندكم راي اخر؟ كيف العاده غادي نسيل الحماس ديالكم في قسم التعليقات، وكان معكم اسلام ومع السلامه.